سجل لاعب الفريق الكوكب المراكشي لكرة القدم بطريقة حضارية على عدم توصلهم بمستحقاتهم المادية. اللاعبين قاطعوا الحصة التدريبية اللي كانت اليوم مع 4:30 لمدة 10 دقائق، ومن بعد خرجوا وأجروا التدريب ديالهم بشكل عادي تحت قيادة المدرب المساعد عبد العزيز الزبدي، لأن المدرب هشام الدميعي كان غائب على هذه الحصة التدريبية لأنه كيتواجد بمدينة الرباط لإجراء دورة تكوينية لنيل دبلوم تدريب من الدرجة A. الحصة التدريبية شاركوا فيها جميع اللاعبين باستثناء الزبيري والسعيدي والمالكي اللي عندهم إصابة خفيفة تعرضوا ليها خلال المباراة ديال رجاء بني ملال، وكذلك اللاعب عدنان سرحان اللي تعرض لحالة تسمم بعد وجبة العشاء اللي تناولها اللاعبون بعد المباراة ديال بني ملال. اللاعبين اللي ذكرت غادي يكونوا غدا إن شاء الله في الحصة التدريبية الثانية اللي غادي تكون بالحق الملعب الكبير لمدينة مراكش، واللي غادي تكون في الساعة 4:30. اللاعبين من بعد ما دخلوا التدريب يعني جراو التدريب ديالهم بشكل عادي جدا، وبينوا بانهم رغم عدم توصلهم بمستحقاتهم الماديه الا انهم يواظبون على التدريب ويحترمون عقودهم مع الفريق المراكشي.